طيب لو عدد الليكويد في ديفانشن في الايكويشن دي بتنس انها تبقى ايه؟ عباره عن كي اكس سكوير، دي عباره عن السكند ريفيتيف بالنسبه للاكس بلس سكند ريفيتيف بالنسبه للواي بلس سكند ريفيتيف بالنسبه للزد. الدريفيتيف كل دريفيتيف بالدريفيتيف بالنسبه للاكس بتعمل مالتيبيكيشن بايه؟ بماينس جي كي اكس. يعني بمعنى اخر لو باجي اقول مثلا كي اكس باي كي اكس كأني بضرب ماينس اكس كومبوننت ايه؟ وماينس جي كي اكس ليه؟ لان الديفينس بتاع الدي اكس هيبقى ايه؟ في ماينس جي كي اكس. نفس الكلام لو بتكلم على واي كأني ايه؟ عباره عن كام؟ جي كي واي بالظبط، ماينس جي كي واي كي اكس برضه نفس الدريفت نفس الايه؟ برضه لا دي باي دي باي زد اللي ايه؟ دي اي اكس هتبقى ايه؟ ماينس جي كي زد برضه دي اكس. نفس الكلام برضه باي وزد كومبوننت نفس الايه الريشن. وبالتالي السكند ديريفيتيف هتبقى ايه؟ بضرب ماينس جي كي اكس مرتين تديني ماينس كي اكس سكوير. يعني الايكويشن دي هتفند انها تبقى ماينس كي اكس سكوير ماينس كي واي سكوير ماينس كي زد سكوير في الاي بلس كي نوت سكوير برضه في الاي تساوي زيرو. لو الاي مش بزيرو يعني عندي نان تريفيال سولوشن مش لازم نروح من فوق نان تريفيال سولوشن فلازم يبقى عندي كي سكوير يبقى هي مجموع كي اكس سكوير بلس كي واي سكوير بلس كي زد سكوير. يعني لازم نطلع في النهايه كي نوت سكوير هي كي اكس سكوير بلس كي واي سكوير بلس ولذلك بقول ان الايكويشن دي جايه من بين موزيك بس انا مش فاكر ان هي ايه من بين موزيك دي اكشلي جايه من ناحيه ثالثه. طيب جميل جدا بقى عندي كتير دلوقتي عباره عن ريكت كتير
فالمعنى اكتر هيديني ايه لو الكلام ده بيحقق الايكويشن دي هيديني ايه بقى؟ الدايفيرجنس هو عباره بتاع الاي اللي هو الجنريتيف دي باي دي اكس اي اكس بلس دي باي دي واي اي واي بلس دي باي دي زد زد المفروض يساوي كام؟ طيب احنا متفقين ان اي ديريتيف سواء بالنسبه لاكس او واي او زد فهي جاست مالتيفيكيشن اكسبوننت اللي هو ماينس جي في اكس او ماينس جي في واي او ماينس جي في زد حسب الديريتيف بالنسبه لنا كوردن عامل. فبالتالي الترم الاولاني ده هيبقى كام؟ كده هي تيرفي اتش بتساوي كذا، ما هي نفس القصه ما تفرقش حاجه صح؟
دكتور هو الـ AN ده Direction of Propagation؟ هيبان دلوقتي بقى Direction of Propagation، بس أنا ما قلتش عليه Direction. عشان هو بس بيرمنديكولار على الاثنين طبيعي. طب أنت جيت في الآخر كويس. وهنا أنا ساعات أمشي بسرعة ألاقي الناس مش فاهمة، أمشي بفوق ألاقي الناس من اللي هنا. خلينا يعني ناخد الـ AN. طيب. تاني إكويشن بقى فوكس علينا اللي هي الإكويشن دي. اللي هي فرادية إكويشن. وكيس طبعا كلمه اللي انا عايز اوصله وخلصه الموضوع بس يعني ايه ترجع واحده فيه مره الكيرف ده الكيرف ده عباره عن ايه؟ المفروض عارفين ان الكيرف دي نقدر نستخدمه في كارتيزيان كوردينت ان هو عباره عن اكس اي اكس اي واي اي زد وعندنا هنا بارشل ليفت بالنسبه لاكس بارشل ليفت بالنسبه لواي بارشل ليفت بالنسبه لزد ده السكند رو الثالث رو يبقى الكومبوننتس بتاعتي اي اكس اي واي ثالث ريبريزنتيشن بتاع الكيرف كارتيزيان كوردينت وبالتالي الدريفس بالنسبه لاكس متفقين دايما انها تديني مالتيبليكيشن بكام؟ زي ماينس جي كي ماينس جي كي والدريفس بالنسبه لواي ماينس جي واي والدريفس بالنسبه لزد ماينس جي كي يعني انا اقدر اجي اشيل كل البارشل ديريفاتيفز دي واحط مكانها كده تاني ممكن اجي اعمل ايه؟ اخد الماينر جي كلها بره مش دايما اختصص بيها جوه كده تاخد ماينر جي كلها كومن بره خالص الديترمنت بتاع الميت ده عباره عن ايه؟ كي كروس سي كي كروس سي بالظبط ده الكومبوننتس ده الكروس برودكت ريبريزنتد برضه الديترمنتيشن لما نحط يونت فيكتور لفوق وبعدين نحط الكومبوننتس بتاعت الفيكتور الرو التاني الكومبوننتس بتاعت الفيكتور التاني فوق الرو الاخير والرو التالت وبالتالي يبقى الريليشن دي كيرلي بي بتساوي ماينس جي كي كروس اللي هي سكوير روت ابسلون اوفر مي او واحد على ايه بالظبط كده
اسامبلي هي عباره عن اوميجا جاز نيو ابسلون عشان الكلام ده يدينا سكوير روت ابسلون اوفر نيو تي ان روس بي او بمعنى اخر يبقى الاتش عباره عن 1 اوفر ايتا تي ان روس بي حيث الايه ايتا هي سكوير روت نيو اوفر تمام كده؟ يبقى دي علاقة الـ ADH جميل جدا. هل أنا محتاج سؤال بقى اللي يجاوب يبقى فين الدنيا؟ هل أنا محتاج إن أنا أروح للإيكويشن رقم 4؟ فاكر إيه؟ خلاص أنا بس ثلاثة إيكويشنز أثبتوا لي إن الجروس برودكت بتاع الإي لا بس إيه التفصيل يعني لأن هي الجروس إيكويشن بتربط في الاثنين دول ببعض فخلاص كده زي ما انت قلت ثلاثة إيكويشن لو جيت وقفت مستني يعني ممكن بدل لو رحت ثلاثة أخد أربعة وبرضه يبقى أربعة اثنين وأربعة يبقى مستنيش في الناس كده. أنا لحد ثلاثة أنف دي هتبقى تحسين حاصل تديني حاجة جديدة تدي نفس الإيه يعني كده. وبالتالي الكومبرومايز أو الكونكلوجن الأساسي طلع لي بقى إيه؟ إن الإيه نورمال على الكيان والإتش نورمال على الكيان ممكن نعمل إيه؟ هايلايت من هي الإيه الأساسية. ثانية واحدة. وايه اخيرا الاي والاتش نورمال على بعض نورمال على اتجاه الوجه يعني انا بعمل كل ده عشان اجيب في انا اوبجكت بتاعي ان انا احل البلين ويف في جنرال ستيت حل ماكس ايكويشن هو يعني ايه حل ماكس ايكويشن؟ يعني دي الالكتريك دي بتوعك دول الالمنتس بتوع ماكس ايكويشن هو دول الفيز بتوعك لو عوضت بالايكويشن الرابعة دي هتجيب لي الاي بتلمس الاتش هي نفسها الريليشن دي بس مجرد تغيير الكروس اوفر من الشمال للمسجد جربيها مع مش حل طيب النتيجة دي ممكن نرسمها كده نرسم الفيتس ده عندنا بس نشوف الايه الكونكلوجن النهائي بتاعنا هو في الحقيقة البروجكشن بتاع الفيكتور
vectors are along the direction n. Cross product of r can be to the n. The cosine angle between, and if we take the normal then the end of the vector r normal على the line the whole through the n, where the distance dn من هنا نروح لحد البوينت دي هي عباره عن ايه ان دوت ار مظبوط كده دي ايه ديس. طيب كل البوينتس اللي في البلاي اللي النورمال بتاعها نفس الفاليو يعني بمعنى اخر لو رسمت بلاي نورمال على الاي ان المور بوينت دي اللي عندي دي كل البوينتس اللي في البلاي ده هيبقى ليها نفس الدوت برودكت ايه ان دوت ار. ليه؟ لان كل البوزيشن فيكتورز البوينتس في البلين دوت هتبقى ار وفي ان نفس الفاليو لان الدايركشن ايه ده نورمال على الايه؟ على البلين اللي عندي. بس مش الثيتا بتتغير؟ الار مش مشكله الثيتا بتتغير زي ما احنا عاوزين بس دايما لما كان بروجكت الاي ان دايما بيديني نفس الايه؟ نفس الفاليو اللي هي في ان ديستنس من الاورجن للبلين دوت فكلهم ليهم نفس الفاليو ايه ان دوت ار وبالتالي كلهم هيبقى لهم نفس الايه؟ فيه تمام؟ يبقى كان كل البلين ده اللي هو نورمال على ان هيبقى له نفس فيه. وفي الحقيقه ده الايه؟ معادله البلين اللي هي مثلا لو تمسكوا معادله البلين في 3 دايمنشن بتقول انها عباره عن كام؟ كونستانت اي اكس فيها الاكس اكس اكس بلس اي واي واي بلس اي زد زد بتساوي كونستانت تمام؟ This is exactly both product بين position vector و سيرت الفيكتور بتساوي كونستنت اللي هي بس الديستنس ما بين الايه الاورجن للايه؟ للبلين اللي انت بتتكلم عنه تمام؟ يبقى دلوقتي كل النقط في البلين دون ليها نفس الفاليو فكان كل البلين دون الفيلد فيه بيهيف ذا سيم كله زي بعض كل النقط دي تمام؟ طيب في البلين ده المفروض الفيلد في انهي دايركشن؟ هي الكتريك فيه هي يا عارف انا بقول ايه يبقى تاجي في البلين نورمال على الان ولا طالما نورمال على الان يبقى موجود في البلين دوت تاجي فيه يعني ليه في لازم يبقى موجود فين تاجي في البلين ما ينفعش تلاقي كومبوننت نورمال على البلين دوت لان ان دوت اي زيرو والاكشن نفس القصه لازم برضه يبقى موجود في البلين دوت والاي والاتش لازم يبقى نورمال على بعض جوه البلين دوت. يعني كان البلين دوت دلوقتي كده هو نفس المخرج بقى. هو البلين دوت اللي هو بحيث ان هو البلين ده نورمال على الايه؟ الاير. يبقى دي نسميها الايه؟ الويت فرونت تاني. ان كل النقط اللي على البلين ده ليها نفس البيهيفير فيه تمام؟ طيب لما اجي اشوف الكلام دوت في التايم دوين عشان نتخيل بقى البيهيفير كده لو انا بكتب الكلام ده في دوت في التايم دوين ار وتي وبرضه اسيومينج فور سمبلستيك كيس ان الكلام دوت ريل فيز يعني الكونسبت ايه دوت دوت فيكتور ده كله ريل يعني يسير بس عشان نخش نخش في مجال ده نخش بس تمام يبقى هيبقى عندي اي نود دوت يبقى في توتال عباره عن كام؟ اي نود دي بقى حد يمليه التايم ديبندنس او انستنتينيوس فيلد كوزاين كوزاين اوميجا تي ماينس اي ان ار يبقى لو في البيهيفير الموجود في البلين دوت بعد تايم تي هيحصل له ايه؟ هيشف تجاه الاي ان يعني البلين ده كده البيهيفير ده هلاقيه بيتحرك الونج الاي ان يعني كان بيحصل مثلا عند تي بزيرو هيبقى احصل عند تي انذر فاليو بعد ما يحصل شيفت الونج الاي ان والتي ار غير نفس الفاليو such that it feels the same phase. هتلاقي كده بتتحرك الون بالايه؟ بالاي ان.
دلوقتي عندك بلين ويف من اي ان ده يمثل ايه بقى؟ دايركشن اوف بروجيشن. بروجيشن ليه؟ الايفكت اللي عندك اللي هو كوزاين او الايه الفاريشن اللي موجود هنا يتقل في سبيس الونج ليير. كل البلين ده كده تلاقيه اللي هو متحرك والبلين اللي وراه جاي اللي وراه بهذا الشكل. نفس الشكل ده احنا شفناه قبل كده بس كان الاي ان بتقارن عباره عن كام؟ زد. كان الدايركشن بروجيشن ده بتقول لي ايه؟ الزد. دلوقتي بقى جنرال دايركشن. تمام؟ فبقت الصوره نفسها الصوره الذهنيه. اخلع بقى نفسك من الاكسيز الموجوده واتفرج على البلين دون ايا كان بقى الريبريزنتيشن بتاع البلين دون في الكارتيزيان كورد ايه؟ ان البيهيفير اللي موجود ده بالفيلد ديستريبيوشن اللي فيه بيروجيت او بيموف الونج الايه؟ الاي ان الاتجاه ده. ماشي؟ بيمثل ايه؟ بلين تي اي ام ويف. لفظ تي اي ام بيفهم الايه؟ ترانسفيرس ترانسفيرس بالنسبه لايه؟ بالنسبه للبي ان يعني بيان بروجيشن اي ان والفيز اللي هم الاي اتش نورمال على بيان بروجيشن لذلك بيعمل ترانسفيرس بلين. تمام؟ والبلين ده اللي بروجيت اللي هم الاي اتش بي ان ده بتسمي ايه؟ بي ان بلين. انا مش فاهم ازاي اي ان دوت ار ثابت على البلين كله يعني جيومتريكالي لازم الار تختلف والاي ان ثابت صح؟ الار بتختلف والاي ان ثابت تمام يبقى ازاي الدوت برودكت بتاعهم ثابت على كل البلين؟ طيب ما انت خدتوش انتكال جيومتري 3 دايمنشنال انتكال جيومتري هتبقى الكاركترايزيشن بتاع البلين بلين ببساطه لو واي كنت زمان كده متساويين في اللاين بص معاك في اللاين ده ازاي؟ ان انت تقول اني بوزيشن فيكتور هنا يبقى هو البروجيكشن بتاعه في اتجاه النورمال على الكلام ده نفس الفاليو الفاليو دي هي الديستنس بين اللاين وبين الايه؟ وبين الاورجن فكل البوينتس اللي على اللاين ده الكوزاين بتاعها ار كوزاين نفس الفاليو تمام؟ وده كده الكاركترايزيشن بتاع الايه؟ اللاين لو انت خليتها بلين هيبقى نفس الكلام بس على مستوى ان ده مش لاين لا ده بقى بلين بيبقى عندك البروجيكشن بتاع الار الونج الاي ان نفس الفاليو لكل بلين ده فاكشلي دي يبقى انت بتقول اي ان بطل ار دي بتساوي كونستنت اللي هي الديستنس دي دي كده لو انت في تو دايمنشن بتعرض بس معادله لاين لو انت في 3 دايمنشن بتعرض بس معادله ايه بلين كل النقط اللي في البلين ده كاركترايز بحيث انها الديستنس بينها وبين الاورجن بين البلين بتاعها في مسافه كلهم يعني بمعنى اخر الار اي ال اللي هو النورمال على البلين ده نفس انا مش فاهم اخر استنتاج اللي هو نفس نفس الارجيومنت اللي عملناها لما كان ده زد بمعنى هاجي اخد عند تي بتساوي زيرو واجي اخد البلين اللي هو سيرفن فاليو لاي ان روت ار قيمه معينه وبعدين اجي اشيفت دلتا تي الاقي نفس الفيز او نفس الفاليو بتاع الارجيومنت بتاع الديزاين ده لو انا شفت اي ان روت ار بمقدار كام؟ such that ان كي الفاريشن اللي هعمله بيساوي الاوميجا في التي في دي فكان البلين ده اتحرك مسافه هيبقى مكانه ليه مكان جديد هنا بمسافه اللي هي عباره عن اي ان في دلتا ار اللي انا هعمله. كده اعمل شيفت في ان ار بحيث ان يكون زي دلتا دي. ايوه بالظبط. وهكذا مع التايم مكان الفاريشن
الافكت ده بروجيتنج في الجهه الايه ال تمام؟ نفذات زد عشان نسهل الدنيا شويه بس بعد ما فهمنا الموضوع نقدر اكسباند التريتمنت لجنرال دايركشن ستيشن يبقى في مفهوم ان الايه؟ الرويشن ده في ايه؟ اتاني جنرال دايركشن ايه؟ تمام كده؟ جميل جدا يبقى في النهايه وصلنا دي نفس الكونكلوجن اللي احنا وصلناها يعني قد ايه التنظيم ايه لازم نقوم على ايه او نقوم على ايه سوري المشكله ان ايه في بينها علاقه الاكشن والميكتر فيل نفس العلاقه اللي اتكلمنا عنها دي برضه لو انت عايز تجيب بقى الفيس والبرزنتيشن بتاع الكلام ده تاخد برضه تايم لان انت تاخد الاكشن اللي هي فانكشن سبيس وتايم اللي هي برضه نفس القصه اللي انا دلوقتي ات ايه انت احب اسالك عايز الفيز برزنتيشن تقدر تروح على طول للفيز برزنتيشن مفيش كده مفيش مشاكل بالنسبه لك حلو الكلام؟ جميل جدا طيب دلوقتي انا لحد دلوقتي اتكلمت على البروجيشن بتاع تي ام جنرال دايركشن بس الحقيقه قلنا الاي لازم نورمال على الاي ان بس الحقيقه الاي نورمال على الاي ان مش محدد الاي تحديدا واضح يعني مثلا لو قلت الاي ان اراوند الزد يبقى الالكتريك فيلد ممكن يبقى له اي اثنين كومبوننت اراوند الاكس والواي وستيل تو كومبوننت في الاكس والواي هيحققوا ايه؟ ايه ان والتي بيساوي زيرو ففي الحقيقه عندي ديجريز اوف فريدم في اختيار الايه؟ الالكتريك فيلد ايفن جو لو حددت الدايركشن بروجيشن بتاع الايه؟ بس ايه مثلا لو قلت الدايركشن بروجيشن في الجهه الزد اي كان شوز الايه؟ الكومبوننتس اللي هي الاكس والواي باي شكل من الاشكال اي تو كومبلكس كوانتيتيز ممكن احطهم مكان اي 0 1 واي 0 2 قد يكون ريال كوانتيتي قد يكون كومبلكس قد يكون فيز قد يكون دي هاف ديفرنت فيز فتعال ناخد سبيشال كيسز من ايه؟ اختيارات مختلفه اي 0 1 واي 0 2 كلهم فاليد مفيش اي واحده فيهم بس مختلف يعني عارف زي ما انت عندك ايه؟ حاجات مختلفة دي all are satisfying max equation يعني ايا كان اختياري 0 1 و 0 2 بس الاثنين ما ينفعش يكونوا موجودين مع بعض في نفس الوقت لا ينفع موجودين مع بعض زي ما قلت الاثنين يعني الايكويشن اللي فوق دي بتحقق الايكويشن اللي هي ديب اي بتساوي 0 ولا لا؟ تمام لو جبت الكتريك فيه بطريقه اللي احنا قلنا عليها قسم الاتش تساوي واحده لقيت اي ان كروس اي اي كان الاي دي ان بعوض الاي دي الاتش اللي طالعه دي بتحقق نفس الكوش اللي هي فرانيز الكوش رقم ثلاثه ولا لا؟ بتحقق ان الديف تي بتساوي زيرو بتحقق ليه؟ الاتش نورمال على الاي ان اللي هنا اوتوماتيكال بتحقق لي الكي والاي الاتش بتساوي زيرو وبالتالي برضه بتحقق الكوش الاخيره لان الروجيشن كونس اللي انا باخده كي هو في جهه زد فكي خلاص هو اوريدي فبتساتسفاي كل ماكس ايا كان اختياري اي 0 1 واي 0 2 تمام فعندي انواع كتير مختلفه من الاختيارات زي ما انت بتيجي تحل مثلا سيستم اوف ايكويشن ويطلع لك انفاينايت نمبر اوف سوليوشن تحط كورسن اي اختيار للكورسن دي اذا بلد سي اوكي انا عندي نفس الكلام عندي الحقيقه كاتيجوريز من السوليوشن كان تشوز الفيز اللي هو هنا كومبلكس كونسبت اي 0 1 اي 0 2 براحتي كل الويفز اللي ليهم اي 0 1 واي 0 2 الاختيارات المختلفه دي ساتسفاي ان هم بين ويف وبين جاز تمام طيب لو جينا نشوف الكلام ده بقى سبيشال كيس ايه اول سبيشال كيس سبيشال كيس ناخدها ناخد ان الاكس والواي كومبوننت ان فيز احنا قلنا ان هم كومبلكس فكومبلكس ليهم ماجنتيود ليهم فيز تاخد سبيشال كيس ان هم ان فيز ان فيز يعني لو هي لو اي نوت 1 بي يبقى اي نوت 3 بي لو هي كومبلكس يبقى نفس كومبلكس نفس الارجيومنت او نفس الفيز بتاع ايه؟ نوت 2 للسهوله هناخد ممكن اي نوت 1 واي نوت 2 بي Okay.
هاخدهم من هنا. تمام؟ وبالتالي I can write instantaneous perfect key اللي هو في الحقيقة يبقى function بالذات في الكي على دي. اقدر اقول ان هو عبارة عن كام؟ E node 1 ديال X بلس E node 2 ديال Y بنسميها ديريل. تمام؟ وهيبقى الترم اللي هو function الثاني ولا كام بقى؟ اوميجا تي كوزاين اوميجا تي ماينس كي زد. الالكتريك فيلد دوت ده الالكتريك فيلد ات اني بوينت في سبيس هو بيتغير مع الزد. يعني لو خدت بلين سيت زد بلين هشوف الفيلد دوت كونستنت تاني ويف دايركشن يحدده الفيرتيكال. فانا لو جيت اشوف الدايركشن بتاعه في اكس واي بلين سي مثلا ادي الاكس هلاقي ان انا مثلا لو ادي في بتاعي ده عملنا فيه في الجنرال دايركشن وبعدين برجع تاني سبيشال كيس. انا الهدف ايه من الانالسيس اللي فات ده؟ انا بقول ان الانالسيس اللي انا عملته حتى الزد اي كان جنرالايز ات فور ايه 3 دايركشن. ليه بحتاج ده سؤال كويس ليه بحتاج الحوسه دي؟ يعني بمعنى اخر كان ممكن واحد يقول لي سؤال في الحقيقه يعني محل جدا يقول لي طب لما عندك بلين ويف بدايركشن واحد ايه ميزه ان انا اتريتد في جنرال دايركشن في سبيس وادخل اكس وواي والزد ما انا اروتيت الاكسيس واخلي الزد الايند مع الاي ان يبقى دايركشن واحد وفقط في الزد ورايح لبرا. اقول له كلامك مظبوط بس ساعات تتواجد اكتر من بلين ويف روجيشن. يعني ايه؟ يعني عندك يبقى بلين ويف كده بلين ويف ثانيه موجود في دايركشن ثاني. ليه؟ لان يعني في الحقيقه لو عندي اكتر من بلين ويف بيساتسفاي ماكس روجيشن في السوبر بوزيشن بتاعهم او مجموعهم ستيل بيساتسفاي ماكس روجيشن لان ماكس روجيشن لينير زي ما انتم شايفين. فلو عندي اي 1 سولوشن و اتش 1 هيبقى اي 2 اتش 2 يبقى اي 1 بلس 2 و اتش 1 بلس اتش 2 ده انذر سولوشن في ماكس سولوشن. فلو عندي بلين ويف وانذر بلين ويف في دايركشن مختلف ساعتها لو انا خليت الزد اكس اراوند دايركشن بتاع واحده غصب عني الثانيه هيبقى دي جنرال دايركشن لازم ساعتها الجا للتريتمنت الجنرالايز اللي انا اتكلمت عنه في السلايد اللي فاتت. تمام؟ طيب انا دلوقتي بفوكس على البروبرتي الثانيه اللي هي ما يعرف بالبولايزيشن بتاع الفيلد اللي هو الدايركشن بتاع الفيلد فبرضه بس سمبليفاي الدنيا شويه. تمام؟ فبخلي البولايزيشن ستيل برضه انا بالذات واتفرج على البولايزيشن بتاع الفيلد. ممكن اعقد الدنيا بقى ادخل الاثنين مع بعض بمعنى ادخل ان عندي جنرال بولايزيشن مع بولايزيشن في جنرال دايركشن. بس هو دايما ايه؟ ناخدها واحده واحده زي ما ايه بطلع واحد السلم مش هتدفع على الايه؟ على الدور الخامس طلعه يعني مش لازم تكسره. فهنا نفس الكلام فانا بدأ الاقي ايه؟ يعني ايه ناخد البولايزيشن ده بصوته لما يبقى عندنا بولايزيشن في السلم. تمام؟ ويمكن بعد كده ان شاء الله لما نتكلم على ريفلكشن بروبلمز هيبقى عندنا الاثنين يبقى عندنا الجوريشن في الجنرال دايركشن ويبقى عندنا البولايزيشن بقى نقعد نلف في صوابعنا كده ونشوف. تمام؟ بس خلينا دلوقتي بيرمس اوف سيمبليفيكيشن ان احنا ليه نكونسيدر بس الايه بولايزيشن في الزد وهناخد اول كيس عندنا اللي هو اي نود 1 واي نود 2 ريل وهناخدهم على اساس ان هو كاس كيس كانفيس كومبوننت عندي. طيب الفيلد بقى بتاعي اللي يبقى طالع الحاله دي اللي هو المفروض موجود في الاكس واي بلين تمام هيبقى حدده الدايركشن بتاع اي زي 1 واي زي 2 وويتد بالايه؟ بالكوزاين بمعنى ممكن يبقى له ماكسيمم فاليو اللي هي عباره عن اي زي 1 زيرو اتنين وبعدين كوزاين ال وبعدين ايه ريفرس ايه في الانفينيتي دايركشن لكن هو بيتحرك على اللاين ده وان رايت جاي بتفيد ايه بيتحرك على اللاين ده وان رايت جاي زي ما بنسميه ايه لينير بولاريزيشن.
linear polarization electric field betrays line تبدا بتاعي لما هي صار عليها بزيت ال سيرت بوينت اللي هي ايه ماشيه على لاين لما كان دوت سبيشال كيس ده كان دوت مثلا الونج اكس كان هو بيستريت الونج اكس لو كان ممكن يبقى الونج واي الونج واي هنا جنرال كيس ان انا عندي ايه فيس كومبوننت اكس واي بيستريت على لاين انكلاين الانجل ممكن احسبها من هنا اللي هي بلس تانجنت بتاع ايه وارجع الكومبوننت بيستريت ايه الانجل مايله على اكس طب في فيش دي سبيشال كيس هل لازم يدور لي كل كيس؟ لا مش لازم تمام؟ انا بقى يبقى عندي سبيشال طيب لو انا عندي في شيفت بين واخد برضه الكيس دي برضه سبيشال كيس يعني ايه؟ اخد ان هما المجموعتين بتاعي الكومبوننتس اللي هي الاكس والواي قد بعض والفيشيفت بينهم 90 ديجري تمام؟ طيب عندي تو سيتويشنز في الحاله دي يا اما اقول اي 2 0 عباره عن اي 1 0 اي في جي 90 او جي في جي باي على 2 او كاني بضربها في جي يعني او اقول ان اي نوت 2 0 هي عباره عن ماينس جي اي 1 0 صح؟ في الحالتين عندي فيشيفت 90 ديجري ما بين اي 0 1 واي 0 او اي 2 0 واي 1 يعني تو كونسبت بتاع الاكس والواي تمام؟ فانا لو خدت الكيس الاولاني اللي هي ان اي 2 0 انا اقول اي 1 0 تساوي مثلا سي اي نوت اي 0 هي عباره عن كيس الاوليه ماينس جي اي حيث اي نوت دي اسمه برضه ان هي بي 1 كده فرق في الشيفت كام؟ 90 تمام؟ يبقى ساعتها الالكتريك فيلد هيبقى اي نوت 1 في اي اكس ماينس جي اي واي كل ده ايه؟ ماينس جي اي زد يبقى الانستنتينيس في الفانكشن في سبيس تايم هيبقى عباره عن كام؟ اي نوت كوزاين كوزاين كام؟ اوميجا تي ماينس كي زد جي اكس بلس ساين اوميجا تي ماينس كي زد ده الانستنتينيس في الحاله دي يبقى دلوقتي الواي اكس كومبوننت واحده كوزاين واحده ساين جت منين؟ جت من ايه؟ الفيش شيفت اللي هو الماينس طيب الماجنتيود بتاع الفيلد ده قيمته كام؟ دايما اي نوت اي نوت اي نوت يعني في الحاله دي انت ما بتجيبش كونسبت امال ايه اللي بيتغير فيه؟ الدايركشن بالظبط تعال شوف الدايركشن بيتغير ازاي تعال ناخد عن تايم تي زيرو او سوري عن زد زيرو يعني لازم اخد بين معين وافرق تمام عايز زد يعني خد الزد الثاني مش مشكله بس برضه ايه حاجه سهله لو عندي زد بزيرو يبقى دايما بتفرج على في عباره عن تي زيرو كوزاين اوميجا تي جال اكس بلس ساين اوميجا تي تمام؟ وبعدين ابدا اشوف الديفرنت انستنت تايم الفيكتور ده يبقى في انهي لو قلت عن تايم تي زي يبقى الفيكتور ده في انهي دايركشن؟ اي نوت جت اكس هنلاقي عن الفيكتور بتاعك كسر
هتيجي بالبوست كار في الفيوتشر هيبقى ايه؟ كوزاين ال والساين تزيد، يعني الاقي ايه؟ الفيكتور دوت بقى عامل نقطة ثانية هنا. لما التايم تزيد اكتر ممكن اجي عند لحظة تايم انذر تايم انستر الاقي اوميجا تي بيقال على البيك، فساعتها كوزاين بيبقى زيرو والساين بيبقى 1، يبقى دي عند الايه؟ انستنس اوميجا تي بيقال على البيك. تمام؟ لو مشيت التايم اكتر عند اوميجا تي باي الاقي ان هو بقى كام؟ ايه هنا؟ عند 3 باي على 2 يجي هنا. عند 2 باي هيرجع تاني نفس مكانه اللي بدا منه وهكذا. فهو بيروتيت بانجلر فلوستي ايكوال للفريكونسي اوف اوسيليشن بتاعته، لينير فريكونسي اوف اوسيليشن. يعني بيروتيت بوميجا في الجهه او روتيشن جهة. تمام؟ كده؟ والامبليتيود دايما كونستنت. يعني ايه؟ الفيل. كل ما تغير بتغير الايه؟ الدايركشن بتاعه. تمام؟ طيب بيكاركترايز الفيل ده بنسميه في تسميه بقى. تمام؟ طالما الروتيشن كده في الاتجاه من الاكس للواي تعالى كده في اليمين دي لف مع الافريك فيه تلاقي الثامب بيشاور على الايه؟ الزد. الزد اللي هو اتجاه الايه؟ الدوريشن. يبقى لما بتلاقي كده الافريك فيه بيروتيت مع صوابعك كده والالهام بتاعك بيساور على اتجاه الدوريشن بتسمي ده ايه؟ رايت هاند سيركلرلي بولارايز ويف، يعني التريسنج بتاع الفيه الافريك فيه عباره عن سيركل. زوايا مختلفة. ساعات يرسموا كده شكل لطيف كده ما اعرفش تكون. فلو عندي مثلا قلب اتجاه الزد تلاقي ان انت عندك داخل كده شويه بيلف كده يبقى عامل زي بتاعت العين الميلادي كده اللي هو بتاع كده لفه كده في الايسر مكتوب مثلا يعني انت او في لاين تريسنج او حاجات كده. فتلاقي ان انت كل بلين هيبقى له اورينتيشن مختلف. تمام؟ وكان الويف اورينتيشن كل بليز دي ماشيه. وهو وهي ماشيه بتتقل من دايركشن لدايركشن كده هو بيلف فيه. ايه؟ وهو ماشي في الجهه اللي جايه وسط مسافه. تمام؟ دي الفيجوال بيكتشر بتاعت الايه؟ الاثنين ويف اورينتيشن بتاعت الايه؟ سيبر سايز. ماشي الحال؟ ده كله لو الفيز كان دوت مايلز بنسمي ده رايت هاند سيكلر برايز ويف، او ساعات بيسموها بوستر برايز ويف. لو ان الرايت هاند از مور كومن عن الايه؟ البوستر برايز ويف. تمام؟ جميل جدا. تعال نشوف الكيس ان انا اخلي الفيز شيفت دوت بلس ساعتها دي هتبقى ايه؟ مايلز. نعم هسألك اللي انا مسحته. بس يعني ده برضو انا كان يعني كان قدامي الاختيار ان انا احط الاكسس بتاع الاكس مثلا في اتجاه ال اه بس الاكس اكس ما ينفعش انا الفيف يعني هنا انا احط اتجاه الروتيشن ده ثابت ان انا ما اقعدش الف الايه الاكسس مع التايم ده بطريقه مع التايم فانا هحط الاكسس في اتجاه معين بس سكولر سيركل رايز ويك يبقى نوت ريليس كولينيال رايز ويك ما ينفعش لازم الايه؟ الاكسس ثابته مع التايم تمام؟ لازم يبقى الاخر الهيرش فريم يعني فريم ما فيهوش روتيشن مش مسموح فيه ان انا روتيت الاكسس مع التايم وقلنا انك كده شويه لا مش حاجه مش حل؟ طيب لو جينا دوت بلس هيبقى ده ماينس
وبالتالي الاقي بقى ايه الصوره دي بتتغير تبقى شكلها عامل ازاي بس من الناحيه الثانيه هيلف ايه النقاط بتاعتها ده هيبقى زيرو ده رايح اتنين ده باي ده ثلاثه رايح يعني الروتيشن اللي احنا سميناها برضه نفس الايه؟ الريديال فيكونس بس ايه؟ الاوفيس بتاعها. طيب الدايركشن ده بنسميه ايه بقى؟ ليفت اند سيركل رايز ليه؟ نفس الطريقه. لو انا روتيت الليفت فيلد مع صوابعي هلاقي الهاند ده بيشاور على ايه؟ اتجاه الزد اللي هو اتجاه الايه؟ الروتيشن بتاعي. بنسمي ده ليفت هاند سيركل رايز. أو ساعات نسميها نيجاتيف برايت. طيب ماشي. إيه؟ ليفت هاند سيمبل رايت. أنا بحب التسميم بتاع ليفت رايت أكتر من نيجاتيف. لا هي دي لو بلس جي يبقى كأني باخد رجال فاصل على جي بإيكو جي وبيبقى دي ماينس إيه زد. يعني تديني ماينس ساين. ثانية ده نمبر 2 هنا تديني ايه؟ ليفت هاند سيركلر برايز. طيب عشان ما اوجعش دماغي طبعا الاساس برايزيشن والدايركشن روتيشن بتجيبه دايما انت لازم تشوف التايم دومين الفيلد عامل ازاي. عشان ما اوجعش دماغي بالحكايه دي كل مره في رول بسيطه جدا ان انت تبص دايما الروتيشن بيبقى من ليدنج كومبوننت لاجنج كومبوننت. يعني ايه ليدنج ولاجنج؟ ليدنج كومبوننت اللي هي الكومبوننت الفيز بتاعها اكبر من الصفر واقل من بعد الصفر. ولاجنج كومبوننت اللي هي الكومبوننت اللي هي متاخره في الفيز من زيرو برضه لغايه لبعض، يصير من زيرو لبعض، من جي تاني زيرو لبعض. فمثلا هنا لو قلت دي ماي بلس جي يبقى مين الليدنج كومبوننت وفين الليدنج؟ الواي كومبوننت الواي كومبوننت از ليدنج كومبوننت از ريد الاكس. يبقى انا هنا بروتيت من مين؟ من الواي مش التركيز من الواي الاكس. بدون ما اخش في التفاصيل دي كلها على طول يبقى انا ايه بلف من الواي الاكس. لما الف من الواي الاكس عشان تبقى الزيت انت لازم تبقى ايه؟ شوف دي ماي ليفت هاند. تمام؟ الكيس الاولانيه هتلاقي ان دي ان ماينس جي مين الليدنج؟ الاكس هي اللي هتبقى ليدنج الحاله ديت وهروتيت الليدنج باللاجنج كومبوننت يعني هروتيت من الاكس للواي فاشوف الاثنين هيبقوا بايه؟ هنجيب زي ايه؟ رايت هاند تو جيف ذس ذس دايركشن اور دايركشن. واضحه ولا لا؟ حد عنده اي مشاكل فيها؟ تمام. يبقى دايما بدل ما اوقع في دماغي كل ده شوف مين الليدنج كومبوننت طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن تو سبيشال كيس. طب اي كيس ثاني؟ يعني ايه؟ يعني لو الكمبيوتر بتاعي الاكس والواي كومبوننت مش ايكوال او الفيز والفيز مش ايكوال او اي منهم اي حاجه الحاجتين اللي اتكلمت عنهم بعد اختصار شديد هتبقى الويف عندي حاجه اسمها نسميها الكتريكالي بولرايز ويف. يعني ايه الكتريكالي بولرايز ويف؟ يعني هلاقي ان الكتريكالي فيه بتريس اليبس.
احدده مين الليدنج ومين اللاجنج كومبوننت. يعني لو الاكس كومبوننت هنا لو الواي كومبوننت ليدنج الاكس هيبقى ليفت رايت رايت هاند سيرك برايمري او موست برايمري موست بوزيشن. ولو الواي هي الليدنج الاكس هيبقى ايه ليفت هاند او نيجاتيف برايمري. تمام واضحه؟ مش هنخش في تفاصيل ليه كده بروزيشن، لكن الحياه وصف الالبس ده الميجر اكسس والماينر اكسس تجيب الميجر والماينر اكسس لازم تبقى عارف بقى ده ايه الاكس والواي كومبوننتس دول هنسميهم قد ايه وتخش في تفاصيل الفيشن ف بياض او سكوب سكوب بارت يعني دراسه الايه تفاصيل الالبس دوت والاكس ميشن بتاعه كنا زمان بنقول دلوقتي مفيش examples في real life توريني ايه اللي بيبقى linear ايه circular ايه elliptical. طيب جميل جدا، اعرف example لحاجه زي كده حاجات في الاوبتكس اللايت. الاوبتكال لايت ممكن يبقى linear polarized او circular polarized او elliptical polarized او كامل ال example اللي انتوا بتستخدموه روحوا اتفرجوا على السينما 3D. السينما 3D دي بتعتمد على ايه؟ بتديك نظارة. ايه؟ دي والبوليزيشن بتديك نظارة، واحدة فيهم عدستين. هو أولاً قبل ما نشوف موضوع النظارة ده، هو أنت ليه بتشوف أو إحساسك في 3D؟ يعني البني آدم لو لا قدر الله حد بيشوف عين واحدة ما يقدرش يحس بالـ 3 dimension. كل الصورة عنده ما يبقاش عارف عمق الصورة ما يقدرش يحس بيها. تمام؟ عمق الصورة ده جاي من إن أنت عندك عينتين. فالعينتين دول كل عين منهم الصورة اللي واصلة لها مختلفة شوية عن العين التانية. فالمخ بيتبريت الديفرنس في الـ two images دول كـ dimension تالت أو بعد آخر جديد يدي عمق الصورة يبقى عارف ده بعيد ولا قريب. إنما لو عين واحدة مش هبقى عارف مين قريب ومين بعيد، يعني صباعي ده زي باشمهندس قاعد مش فارقة معايا، يمين ويمين حاجة واحدة. انما كون ان انا بشوف بعينتين كده الصورتين بيديني ده لا ده قريب ده بعيد يعني الصورتين بيديني. فهو عشان يديك نفس الايفكت ده هو اللي بيعمل ده يبقى عنده زي الفيلم اتصور بكاميرتين اللي هي عينتين. وبعدين ايه الديسبلاي ده يعرف ايه؟ تو بلورايزيشن، واحده فيرتيكال واحده هوريزونتال. تمام؟ وبعدين يديك نظاره. النظاره دي فيها فلتر بحيث النظارة اليمين مثلا عايز عينك اليمين تشوف ال vertical فيحط لك الايه فلتر بتاعك فلتر في عينك اليمين وعينك الشمال يحط الايه هوريزونتال. يقوم الصورتين اللي هم معروضين وبينعكسوا على الفيرتشوال بينز يقوم الصورتين جايين مع بعض المفروض يقوم العين الفلتر بتاع العدسه دي يمرر الصوره دي بس الفلتر بتاع العدسه دي يمرر الصوره دي بس. تمام؟ فيوصلك نفس الايفكت كما لو كانت شايف صورتين مختلفين يبدا مخك انتربريت الايه الصورتين دول هيديك الايه؟ 3 دايمنشنال. لذلك اللي يقلع النظاره يبص تلاقي الدنيا مزغلله ليه؟ لان هو شايف الصورتين فوق بعض وهما بلين. هو شايف الصورتين فوق بعض هو الصورتين فوق بعض فاللي واصلين العينتين المفروض واحده منهم تيجي للعينتين واحده دي ما ينفعش ان انا ادي العينتين نفس الصورتين فوق بعض هيزي بيكشر ما تبقاش في الشمال. فده مثلا نوع استخدام البولاريزيشن. ساعات بيعملوا التو ايمجز واحده رايت هاند واحده ليفت هاند. ايميز رايت ليفت. الرايت ليفت مش لازم بقى لو واحد مايل كده واحد بيتفرج على التلفزيون وهو نايم. مثلا دلوقتي التلفزيون 3 دي. فلو هو نايم كده المفروض ان هو لو هو ده فيرتيكال هيبقى هيتلخبط تاني الصورتين يتعكسوا. انما لما اعملها رايت هاند هتفضل هيفضل شايف رايت فيبقى ده احسن هيبقى لك الايه؟ العدسه هنا الفلتر بتاعها يبقى رايت هاند والعدسه الثانيه ليفت هاند. ساعتها يبقى الاورينتيشن بتاعك مش فاهم. يعني الاورينتيشن مختلف. ماشي؟ طبعا هي فيها ابلكيشن بقى احسن من كده بكتير. يعني مثلا ان انا دلوقتي ابعت السيجنال مثلا بتاعت الستلايت على بولاريزيشن فيرتيكال هوريزونتال.
تمام؟ فبعت تو ديفرنت سيجنالز. يبقى الريسيفر بتاعي عن طريق الانتنة بقى اقدر فلتر السيجنال اللي جاي هوريزونتال والسيجنال اللي جاي ايه فيرتيكال وابسوربر عن بعض وسيبريت تو سيجنالز عن بعض اللي هي بتبقى عندك فيرتيكالايزيشن سلايد هوريزونتال. فالبوليزيشن ده ليه ابلكيشن كتير قوي. في مفهوم مهم جدا بعد كده اللي هو مفهوم الفيس بوست. ايه الفيس بوست ده؟ هو باختصار الوسط اللي انت هتمشي بيها مع الويف الونج دايركشن بروبوجيشن بتاعها اللي هو الاي ان سواء كان الزد او اي مكان بحيث ان انت تشوف كونستنت كيو. تاني الويف الوسط اللي انت مش موف ويف the wave along its direction duration such that you are gonna see a constant phase مع الويف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو تخيلت ان انا ركبت الموج ركبت الويف تمام؟ هشوف ايه؟ هشوف constant field. ليه؟ لان الحاجه الوحيده اللي بتغير الايه؟ الترم بتاع الفيز اللي هو موجود جوه الكوزاين. لو انا بتكلم مثلا عن الدوريشن اللي هو في الزد هيبقى الترم ده كوزاين اوميجا تي ماينس تي زد باي نو. دي عامله ايه؟ زي الناس اللي بتعمل سيرفنج يركب على الويف فيبقى ماشي مع الويف اللي هو الويف دي اتس ميكانيكال ويف افكت بروجيت الونج دي لحد يوصل للشط بتاعه في نفس الوقت. فلو هو ركب معاها وظبط نفسه بحيث انها تزقه بنفس الفلوستي بتاعتها هيفضل راكب بقى بمنظره الجميل ده اللي هو يركب على الويف فاهم ماشي في فيس بروست هي نفس الايه وهو بالنسبة لي الدنيا ثابتة وشايف نفسه المية ثابتة البيك دي راكب عليها كده ومستمتع وهي ماشية بالنسبة له ايه ثابتة لأنه ماشي بإيه؟ بالفيس بروس بتاع تمام؟ بالنسبة للإلكتروماتكس احنا مش هنشوف الإيه؟ المية بس احنا ممكن نتخيل كما لو كان إن أنا بتحرك مع الإلكتروماتكس ويب دي تو سي أ كونسنت بس ساعتها هيبقى الفيس كيرف إن هو يبقى الارض بتاع الديزاين ده عايز يبقى كونسنت بالنسبه لي فاتحرك بالبروست قد ايه بقى؟ تمام؟ الاقي ان انا عشان اتحرك او اشوف كونسنت بروست كونسنت فيس الاقي ان انا لازم بعد تايم دلتا تي اكون اتحركت دلتا زد ويبقى عندي دي زد باي تي اللي هي البروست بتاعتي بتبقى اوميجا على كي. تمام؟ لذلك الديزاين بتسمي دايما الاوميجا هو كي عشان كي هو كي فاكتور جيت ذا فيس بروست بتاعي هي سي تمام. وفي الحقيقه بعض انواع الجايز بعد كده هتلاقيها ممكن اكبر من سي. الواحد بقى طبعا مع ناس بشارك كده مفيش حد عرف مش هيعمل سي صح؟ ده لو انا فعلا لو دي تمثل فيزيكال براستي هتحرك بيه انا بقول لك تخيل كما لو كان انت تتحرك مع انما مفيش انرشيا فريم الريلاتيف لوس بتاعك بالنسبه للفريم ده تقدر تزيد عن السي سبيشال اكتيفيتي او فيزيكال بول كده بس ده تخيل كما لو كان لو انا مشيت مع الويف الفلوستي اعلى يعني بحيث ان انا اشوف كورس الفريم فده الفلوستي اللي بتفرج فيه سواء كانت هي سي او اكبر من سي مفيش معايا لانها في الحقيقه مجرد تخيل الموضوع الايه؟ ان انت بتكتب على الويف واقعيا طبعا ما اقدرش اوصل لسبيد فلايت وبالتالي عمري ما هوصل ان انا اشوف كونستنت فيز بالنسبه للايت. لو انا هتحرك بقى ميكانيكالي بقى هجيب بعده وهطير والكلام ده مش هينفع بس هايبوثيتيكالي كان اسيوم ان انا لو اتحركت وسطي عباره عن اوميجا على كي او ريسيف كونستنت فيز ان ذا ويف مش كول كونستنت فيز كونستنت فيز يعني دلوقتي البروسس بتاع الكومبليشن مختلف عن الفيز الوسط. البروسس بتاع الكومبليشن قصه ثانيه لسه في بروسس ثانيه مش كل بروسس في الدنيا. الويت في حاجه اسمها فيز بروستي في حاجه اسمها جول بروستي هنتكلم عنها في المره الجايه تمام؟ ف this is not the information الوسط بتاع الويت الا اذا طب ناكد السؤال ده عشان في الا اذا وحاجات كتير
احنا دلوقتي عرفنا بس حاجه واحده في الجراف، هل هي الجراف بتاع الويف يعني الانفورميشن اللي ماشيه مع الويف الايفكت اللي بيجي ده هيجي لي من السكيل دي ولا لا؟ قد يكون قد يكون لا. ماشي الحال؟ حد عنده اي سؤال دلوقتي؟ بديل ايه؟ الديفينيشن بتاع الفيز الوصف بتاع الفيز. طيب هو كده انا عايز اوقف هنا عشان ابقى زي الكلام. طب حد عنده سؤال لحد دلوقتي في ال لحد ما يعني على شكا عنده ولا اي بشر ايه حد عنده اسئله؟ الموضوع بس هو بيتم لحد بيتم لحد قبل الجزء بتاع الجيم يعني جزء اللي هو تايم فاليو في الانتشنز كل الكلام ده داخل كل حاجه لحد قبل البلاي ميكر تمام؟ معكزة لين ويف ساعتها يبقى عندك اكتر من كيلو
اللي هي الريسبونس الجماعه بتوع الكوانتم المومنت كي اتش كي هي المومنتم، فهنا هيبقى عندك اكثر من كي فاليو، وبالتالي ده هيبقى كونفايند في سبيس كونفايند اللي هي الريسبونس بالويف بيكتشر بتاعتنا اللي الويف تبقى ايه كونفايند في سبيس الفاليو كلها، بس على حساب ان يبقى عندك اكثر من كير بروباجيشن اللي هي الريسبوند هناك اكثر او ان انترميست يبقى الانسرتينتي في الايه؟ في المومنتم. هي دي اقرب حاجه ليها اللي هي الويف بارت دواليتي، هي نفس الكلام بس ايه على مستوى الجيل، فلو قلت انا عندك الويف ليف يبقى الويف دي اكستنز افري وير في الايه؟ كومبوزيت which is interact. تمام؟ لازم يبقى عندك اكثر من كلين ويف دايركشن مختلفه بحيث كونفايند ريزلتنج فيلد يبقى كونفايند في سبيس، وده هيديك ان انت يبقى عندك اكثر من دايركشن. يعني كم واحد فين الكلام ده؟ مش عارف كويس جدا. اللي ما فهمش مشكله قوي لانها مش يعني حاجه ليها علاقه قوي. يمكن الموضوع ده اكثر اللي ممكن يقرا عن حاجه اسمها فري اوف. اللي هو ازاي الديسكريبشن بتاع اللي بس لا عامل لنا عقد ما هو حاجات كتير.